عندي هنا صدور الدجاج بعد ما غسلت ونظفتها بتبلها بشوي ليمون وشوي خل، وراح احط عليها من بهارات الكيجن تلقونها جاهزة، رشة ملح وزيت زيتون. الحين الدجاج بخليه يتبل شوي بعدين اشوحه بالصاج. وهنا الدجاج بعد ما تبلته خلاص خليه على جنب، وبسوي الحين صوص الكزبرة. عبارة عن ايش؟ عبارة عن تقريبا كوب كزبرة خضراء، نحطها محضرة الطعام للطاحونة والخلاط قصدي. بعدين احط هنا ملعقتين كبار زبادي، وبحط ملعقتين كبار من زيت الزيتون مزولة. بعدين بحط نص كوب من صوص الرانش من مازولا، وبحط تقريبا ملعقة كبيرة من مايونيز الثوم من مازولا. خلاص هذا الصوص جاهز، بعد ما حطيت زيت زيتون والرانش والمايونيز والكزبرة بحط رشة ملح بس كذا شوي خلاص، وأخلط هذه المكونات. وهنا بعد ما خلطنا الصوص، الصوص حكاية من الآخر جدا لذيذ. الحين عاد نبدأ نسوي سلطتنا. السلطة نحتاج له كمية كثيرة من الخس، ونحتاج هنا فلفل أحمر وأصفر مقطع، طماطم كرزي، ذرة، فاصوليا سوداء أو حمراء براحتكم، وبصل إذا ما تحبون ألغوه. أنا حطيت بصل أخضر، تحطون بصل أبيض أو أحمر براحتكم نفس الشيء. خلاص باقي نحط الصوص ونحط الدجاج. بحرك السلطة عشان تتجانس. بعد كذا صحن التقديم آخذ شوي وأحط عليه الخبز المقلي والدجاج ونحط الصوص. وهذه سلطتنا خلاص تجهز ان شاء الله. السلطة خبز تورتية قطعته نصين وقليته، عندي هنا صوص الكزبرة اللذيذ نصب على السلطة بهالطريقة هذه، وعندنا الدجاج بعد ما شوحناه وقطعناه. هذه سلطتنا، ألف صحة وهنا علينا وعليكم، جربوها جدا لذيذة وسهلة، طريقة تقديمها جدا جميل مع الخبز المقرمش المقلي، أو تقدرون تحطونه بالقلاية الهوائية. بصحة وهنا علينا وعليكم.